عقد يومه الأربعاء 19 أكتوبر 2011 مجلس للحكومة برئاسة السيد رئيس الحكومة، وتدارس المجلس خلال اجتماعه هذا 6 مشاريع مراسيم قدمها السيد وزير الداخلية، وتتعلق جميعها بالاستحقاق الانتخابي القادم، وهي: أولا، مشروع مرسوم يحدد بموجبه تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها. في هذا الإطار حدد مشروع المرسوم تاريخ إجراء الاقتراع في 25 نوفمبر 2011، وحدد الفترة المخصصة لتقديم التصريحات بالترشيح ابتداء من يوم الخميس 3 نوفمبر 2011 إلى غاية الساعة 12 من زوال يوم الجمعة 11 نوفمبر. أما الحملة الانتخابية فستبتدئ في الساعة الأولى من يوم السبت 12 نوفمبر، وتمتد إلى غاية الساعة 12 ليلا من يوم الخميس 24 نوفمبر 2011. ثانيا، مشروع مرسوم بإحداث الدوائر الانتخابية المحلية لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، وذلك طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 2711 المتعلق بمجلس النواب الذي يحدد مجموع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحلية في 305. وأكد السيد الوزير في هذا الصدد أنه عني في هذا المشروع بوضع تقسيم انتخابي يستجيب للمعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي المذكور.